ضرب نار، ضرب نار تحت البيت يا ناجي باشا. اطلع بينا على المستشفى بالاسم. لا يا باشا مفيش داعي، ده جرح سطحي. انت مش قلت لنا يا باشا مفيش قتل؟ هما اللي حطونا في الموقف ده، ما كانش في حل غير كده، يا اما احنا نموت يا اما هما يموتوا. همي في تسع نخشل لا بعم عشني يا شاول، وناجي عطا الله ما فرق معاه، اخذ الفلوس وفرقته وراحوا على المطار. شيليك ناجي عطلة لعزازيل، أنا حتى مش قادر أسمع اسمه. الله يخرب بيته. كلفنا كتير ناجي عطلة يا شاول، كلفنا كتير.
فاتورته كبرت كتير، 200 مليون دولار. سرقهم من بنك لأمي ومشي مثل الباشا، ولا هم شيء هو وجماعته. دمر مبنى المخابرات يلي كنا نحنا من صلحه، خلانا نفك أسر 500 معتقل عنا في إسرائيل. قال إيش؟ منشان نرجع الأسرى بتوعنا. إيش هالحكي هاد؟ أسر هو 8 أي كلام مشان يتهمونا نحنا فيهم ويحملونا مسؤوليتهم. هذا غير الخمسة يلي ماتوا ببغداد والأربعة يلي دهدشوا بسوريا. يا ريتو كان وطني، يا ريتو كان مع المقاومة، يا ريتو كان مع الفدائيين ولا من المخابرات المصرية. أنا بدي أفهم، بدي أفهم إشي، هي الفلوس لهالدرجة بتحرض الواحد وبتعمله عبقري؟ وهسا إيش هنعمل لدول مناخير؟ يعني القضية هتسكر هون؟ تخافش يا شاو، تخافش، ما فيش يهودي ممكن يترك حقه يغيب وانت يهودي تعرف هذا الاشي منيح. والامريكان وعملائنا التانيين ايش بيساووا بمطار بغداد لك؟ مش عارف ايه اللي اخرها لغايه دلوقتي، لكون جرى لها حاجه. كان المفروض ما تسيبهاش تنزل لوحديها. وانت ازاي يا باشا تدي الباسبورتات بتاعتنا لواحده ما تعرفهاش غير من يومين؟ تقصد ايه يا ابراهيم؟ اقصد اللي اقصده بقى. عيب يا ابراهيم، اتكلم كويس وخليك محترم. هو ايه العيب يا باشا؟ انا مش عارف انت مديها الامان قوي كده ليه؟ اقطع دراعي من هنا، ادمكات جاسوسه ومدسوسه علينا. اسكت يا ابراهيم. يا باشا اسمع بس مني، دي زمانها دلوقتي بتبلغ علينا وبتقبض الثمن. بقول لك اسكت يا ابراهيم. مش هتيجي، والله العظيم ما هتيجي. طب تقدر تقول لي هم عرفوا ازاي مكاننا في سوريا؟ تقدر تقول لي هم عرفوا ازاي مكان مكتب ابو القاسم؟ احنا نفسنا ما كناش عارفين ان احنا هنروح هناك. يا باشا دي بتبلغ عننا، دي جاسوسه. اسكت يا ابراهيم بقول لك اسكت. ايوه عشان كده، عشان كده يا كبير هي ما خلتش حد من عند ابو القاسم يوصلها. ما هي واخده الطريق ياسا وعارفاها. الولايه دي من ساعه ما هبقت علينا وانا شاكك فيها. وانا كمان شاكك فيها من الاول، دي جاسوسه، والله جاسوسه. اسكت يا ابراهيم. ناجي راح فين؟ ناجي. كنت فين يا كماليا؟ أنا آسفة يا ناجي، أنا عارفة إن أنا قلقتكوا عليا، بس والله ما هو ذنبي. الأخ باسبوره كان منتهي، اضطريت أروح للسفارة المصرية علشان أعمل وثيقة سفر جديدة. لولا علاقتي القوية مع السفير والله ما كانوا هيعرفوا يطلعوا له باسبور ولا يعملوا له أي حاجة ويسافر معانا. اتفضل. ورحمة أبوي، أنا لسه بقول لهم إن مدام كاميليا دي مفيش زيها، أصل حصل شوية كلام ولغط كده بس أنا وقفت لها. وأنت على إيدي مدام كاميليا بوسها. إيه؟ أصلها بتفكرني بخالتي الله يرحمها. لا حول ولا